حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد في الجزء الثاني من حلقة البلاد لهذا اليوم. طبعا مشاهدينا الكرام المسرح والخيالة والفنون محتاجينها حقيقة نحن في بالذات في الأوقات اللي تمر بها ليبيا من اشتباكات أو مشاكل أو يعني حتى الوضع الاقتصادي، فمحتاجين أيضا للترفيه ومحتاجين للفنون ومحتاجين للمسرح وأيضا للسينما. ما مصير المسارح وأيضا دور العرض في ليبيا وأيضا حتى الفنون في ليبيا؟ حنعرفوه ونعرف تفاصيل أيضا حتى أرشيف الليبي من السينما من حوالي تقريبا 1910 ما مصيره وشن صاير علينا في الفترة الماضية، صاير كلامنا في وضع سيء وأن تم سرقة بعض محتوياته وإلى ما ذلك. حنعرف كل هذه التفاصيل وأكثر مشاهدينا الكرام معي عبر الهاتف الأستاذ محمد البيوضي رئيس الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون. أستاذ محمد مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا بحضرتك في برنامج البلاد. اليوم حنتكلموا على تفاصيل كاملة عن الهيئة وعن نشاطاتها وعن أيضا مصير بعض المرافق الحيوية الثقافية والفنية في ليبيا اللي تتبع الهيئة العامة للمسرح. خليني في البداية نسأل حضرتك سيد محمد، يعني وضع الهيئة الآن كيف هو؟ في البداية رحب بك أهلا بك رحب بالسادة المشاهدين في قناتكم 218. طبعا الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون مؤخرا تم إعادة تبعيتها إلى مجلس الوزراء بقرار 512 لسنة 2016 والقرار 426 لسنة 2017 بإعادة تنظيم الهيكل الإداري للهيئة. طبعا هذه القرارات كانت دعم معنوي كبير للهيئة بأن إعادة تبعيتها إلى مجلس الوزراء إلى أقرب سلطة تنفيذية في الدولة. طبعا احنا في 2017 تم تخصيص ميزانية ولكن للأسف لم تصرف منها شيء، ولكن متأملين خير في سنة 2018 بوعود من المجلس الرئاسي وخاصة من الأمين العام لمجلس الوزراء السيد طاهر عامر. طبعا احنا ممكن سمعتك في بداية الحلقة تكلمت عن المسارح والدور العرض في ليبيا. طبعا احنا بادين خطوات ان شاء الله لاسترجاع كل ممتلكات الهيئة العامة الخيالة اللي ممكن تستغل الان من قبل اشخاص بعيد عن الدولة، ولكن ان شاء الله احنا هي خطواتنا يعني تتحرك ببطء ولكن باذن الله ثابتة بدعم من المجلس الرئاسي. طبعا هي قرار 426 عاد تبعية جميع المسارح في ليبيا إلى الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون، وكذلك الأمر جميع دور العرض في ليبيا تتبع الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون بهذا القرار. وطبعا احنا ننتظر الميزانية ل 2018 شأن جميع المؤسسات في الدولة الليبية، وبإذن الله على ضوء هذه الميزانية نستطيع أن نتحرك بسلاسة أكثر إن شاء الله. نعم سيد محمد، فيه مراكز يعني أو مباني خاصة بالهيئة تم الاستيلاء عليها من بعض الجهات، هل ممكن أنك تعطينا تفاصيل هذا الموضوع وين وصل مطالبة الهيئة بالحصول على هذه المباني الخاصة بها؟ طبعا احنا توجهنا بمذكرات إلى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، توجهنا بمذكرة أخرى لهيئة الرقابة الإدارية ومذكرة إلى ديوان المحاسبة وإلى مصلحة أملاك الدولة الليبية، ولكن يعني احنا للأسف لم نتحصل على أي ردود مع العلم أن احنا نمتلك مستندات تثبت أو تفيد بأن ملكية هذه العقارات هي تعود للهيئة العامة للخيالة ومستغلة من جهات أخرى هي أساسا عندها ممتلكات وعندها عقارات تستطيع أن تنتقل لها وبسهولة، خاصة أن ميزانيتها كانت السنوات الماضية تنزلهم بانتظام يعني يستطيعون، ولكن الهيئة العامة للخيالة من قرابة 7 أو 8 سنوات لم تخصص لها أي ميزانية إلا في 2017 ولم تصرف. فاحنا طبعا بجهود كل الموظفين في الهيئه العامه للخيال والمسرح والفنون والفنانين والمبدعين والمثقفين اللي متضمنين حول هذه الهيئه للوصول بها الى بر الامان استطعنا توفير بعض المقرات اللي ممكن الان احنا مستاجرينها ايجار ومتحمل الهيئه هذا الثقل وهذا الدين الى ان تتوفر لنا الميزانيه حتى نستطيع سداد هذه المبالغ، ولكن نتمنى من الجهات المختصة أن تهتم بهذه المؤسسة وأن تعيدها
إلى ممتلكاتها وإلى مقراتها اللي تستطيع من خلالها أن تباشر مهامها بقوة وبإبداع أكثر إن شاء الله، ولكن نحن ننتظر. طيب سيد محمد، أشرت مرتين في 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 إجابتك على موضوع الميزانية اللي تم تخصيصها للهيئة العامة للخيال والمسرح والفنون ولم يتم صرفها ورئاسي ما صرفهاش. السؤال يطرح نفسه الآن، هل ترى أن حكومة الوفاق الوطني ترى أن مثل هذه الهيئة، هيئة الخيال والمسرح والفنون، أنه شيء تكميلي وعادي جدا حتى لو ما صرفتلاش مبالغ مالية؟ ماهوش يعني عادي، لأن في نهاية الأمر قد ينظر له بعض الناس هيك يعني. لا، هو والله احنا طبعا للاسف ان فيه، خاصه احنا الهيئه العامه للخيال والمسرح والفنون كانت تبعيتها الى وزاره الثقافه في السابق، ولكن بقرارات رئاسه الوزراء وحكومه الوفاق الوطني اعادت تبعيتها الى مجلس الوزراء. الثقافه، هيئه الثقافه ما زالت مصره وتتعامل مع كل الجهات وكل الفنانين والمبدعين على أنها هي الهيئة المختصة بهذه الأمور، سواء المسرح والخيالة والفنون، وما زالت تعتمد على القرار 135 لسنة 2012 اللي يعتبر هذا القرار لاغي بصدور قرار 426 لسنة 2016 اللي هو تحديد الجهات الإدارية التابعة للهيئة العامة للخيالة، الجهات التابعة للهيئة والاختصاصات الهيئة العامة للخيالة اللي واضحة وجلية هي الجهة الوحيدة المهتمة اللي تهتم بالخيالة والمسرح والفنون. ولكن للأسف المسؤولين في الثقافة مهوش لا يروق لهم هذا القرار، ولا زالوا يقدمون مذكرات لطعن في هذا القرار. ولكن لماذا شنو السبب سيد محمد؟ عن الحكومة طبعا السبب والله نجهلوه، ممكن هم تتوجهون بالسؤال يجيب. احنا لازلنا نشاهد رئيس اللجنة التفسيرية للهيئة العامة للثقافة يصرح للإعلام، وممكن حتى انتم متشاهدوا زينا، انه هو سيدعم الفنانين وسينتج المسلسلات في شهر رمضان ويبرم العقود الآن في هذه المؤسسة يعتبر بالتجاوز. ولكن احنا ننتظر الجهات الرقابيه والمجلس الرئاسي ان يكف جماح الهيئه العامه للثقافه وان تلتزم بمهامها، ومهامها كبيره جدا، ولكن للاسف المسؤولين في الهيئه العامه للثقافه لا يقدرون ذلك. طيب سيد محمد، واثناء حديثك معنا الان في اتصال هاتفي من حضرتك، نعرض في صور لمخازن الهيئه العامه للخيال والمسرح والفنون عن وضع للاسف سيء جدا. اول شيء في كلام ان الصور هذه يعني متوزعه في فيسبوك وتم تصويرها خلسه، نبغى نعرف هذا الموضوع تحديدا، هل تم تصويرها خلسه صحيح، ويعني لمساله التشويه او الى ما ذلك؟ وايضا ليش وضع المخازن بهذا الشكل، وضع الارشيف القومي بهذا الشكل؟ بداية طبعا هذه المخازن كانت خارجة عن السيطرة من 2011 إلى تاريخ دخول الهيئة العامة للخيال والمسرح والفنون في الأيام التي مضت والتي ظهرت فيها هذه الصور. وهذه الصور لم تلتقط خلصة ولم تلتقط من كاميرات لا تعود تبعيتها إلى الهيئة العامة للخيال والمسرح والفنون، تستطيع أن تعود إلى المنشور الموجود الآن في صفحة الهيئة العامة للخيال والمسرح والفنون، سترى الساعة والتاريخ لالتقاط هذه الصور، ولن تجد أي صفحة أو أي قناة إعلامية قبل هذا التاريخ بدقيقة، لن تجد لها صورة من الصور الموجودة الآن في صفحة الهيئة العامة للخيالة، ولا أي صفحة ولا أي قناة ولا أي جهة إعلامية تستطيع أن تثبت أن الصور هذه تمتلكها قبل هذا التاريخ. هذا التاريخ هو ملك للهيئة العامة للخيالة، وهي التي التقطت الصور بالعلن وتحت إشراف المجلس الرئاسي. وإحنا طبعا اجتمعنا مع الأمين العام ولمجلس الوزراء، وطبعا هو اللي اتصل بي شخصيا أنا وبلغني بموعد الاجتماع فيما يتعلق بالأرشيف اللي شاهده هو شخصيا على صفحة الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون وكيفية إنقاذ هذا الأرشيف. طبعا احنا نحب نطمن كل المشاهدين اللي يستمعوا فينا الان ان هذا الارشيف بامان وفي سلام، وكل ولم ينقص منا قيد امنا. كويس سيد محمد، فقط النقطه هذه. نعم موجودة. نعم سيد محمد، قد نعم. معلش نكمل لك. إيه؟ الخراب ممكن وصل للاشرطه التجاريه وبعض التجهيزات اللي ممكن تعوض بالمال، ولكن هذا الارشيف القومي لازال بسلام ولم ينقص من شيء. كويس
مسألة المعالجة لهذا الإرشيف القومي وهو يعتبر من أهم الركائز الأساسية للأمن القومي، نتحدث على إرث ثقافي كبير عمره أكثر من 100 سنة، نتحدث على جزء من إرشيف العالم، نتحدث على إرشيف من الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية وغزو الإيطالي إلى ليبيا. يعني معالجة هذا الإرشيف والحفاظ عليه في بيئة جيدة كيف تكون من المفترض سيد محمد؟ احنا طبعا من الواعظ والمنطلق الوطني تكاتفنا في الهيئة العامة للخيارة والنصح والفنون، ولم نعتمد على أي جهة كانت تقوم بدعم هذه المؤسسة، مع العلم أن الهيئة العامة للخيارة والنصح والفنون لا يوجد في حساباتها أي مبلغ ولو يسير جدا حتى تستطيع أن ممكن تقدم فيه أي خدمة لهذه المؤسسة ولو كانت القهوة والشاي. ولكن احنا طبعا خدنا على عاتقنا أن أجرنا مخازن لنقل بعلم المجلس الرئاسي طبعا حتى لا يؤول بعض الأشخاص أنه ممكن يتم تهريب هذا الإرث، ونحن تحركنا من منطلق الوطنية والغيرة على هذا الوطن. ولا وهنا لا أتحدث عن السيد محمد البيوضي وحده، بل جميع الموظفين في الهيئة العامة للخيارة والمسرح والفنون، الكل تكاتف لإنقاذ هذا الإرث. وبإذن الله ستنطلق عملية نقل هذا الأرشيف بإشراف المركز القومي للسينما وتحت إدارة المدير العام السيد عبد الله الزروق، وهو رئيس الأرشيف السينمائي التابع للهيئة. نعم. مع لجنة هو نفسه من اقترحها، وهي التي ستقوم بنقل هذا الأرشيف بطريقة علمية من المكان الموجود فيه الآن إلى المخازن، وهناك مراحل أخرى لإنقاذ هذا الأرشيف، ولكن الخطوة الأولى هي نقله من المكان الموجود فيه الآن إلى مكان آمن أو أكثر أمان بالتحديد، ومن ثم ستنطلق عملية إعادة أرشفتها إلكترونيا، وهناك اتفاقيات مع إيطاليا سيتم تفعيلها، ونحن تحدثنا فيها مع الأمين العام وهو قد تعهد بأن ينظم لنا اجتماع مع وزير الخارجية سيد محمد سيالة لمحاولة تفعيل هذا الاتفاق بين ليبيا وإيطاليا لأرشفة هذا الكم أو المخزون اللي تمتلك الهيئة العامة للخيارة والمسرح والفنون. نعم. من تاريخ 1910 إلى تاريخ اليوم بطريقة حديثة ومتطورة حتى لا نقع في المحظور من جديد. نعم. بأن ممكن يحصل هذا الأرشيف في مكان أو يصعب إنقاذه أو كذا، فالخطوات إن شاء الله حتكون متتالية بإذن الله. نعم. وكما وعدنا ونعد دائما متتبعين الهيئة العامة للخيارة والمسرح والفنون، السنة 2018 ستكون هناك مفاجآت كثيرة وكثيرة جدا بإذن الله تعالى. طيب، أشرت أثناء حديثك سيد محمد البيوضي أنكم أجرتوا مواقع أو مباني لتخزين الأرشيف. أولا يعني الهيئة تأجر في وقت اللي عندها مباني، شنو السبب أو عندها مخازن؟ السبب أن أي جهة للأسف تحوز مقر من مقرات الهيئة هي تستغل ضعف هذه المؤسسة، ولا وهي الهيئة العامة للخيارة والمسرح والفنون، ولكن للأسف لعل لا يقدرون أهمية هذه المؤسسة. أنا بالنسبة لي رئيس الهيئة العامة للخيارة والمسرح والفنون أجد أهميتها هذه الهيئة أهم من وزارة الدفاع، لأنها هي من تثقف الإنسان وتهذب النفس، وبإذن الله تعالى لن ندخر جهد من أجل تقديم كل ما يتعلق أو يختص أو تختص به الهيئة العامة للخيانة المصرح فرون لكل المشاهدين بإذن الله. طيب، المواد اللي في الأرشيف الآن هل يمكن أنك أنت على الأقل تعطينا بعض التفاصيل على نوعيتها؟ والله طبعا حتى يكون معك واضح وصريح، ممكن الجانب الإداري أو القانوني أو الخدمي ممكن يوضح لك أنا، لكن الجانب الفني طبعا أنا ما نستطيعش أن نتحدث عليه، لأن
ممكن تستطيع أن تقوم باتصال بالسيد عبد الله الزروق، أو ممكن حتى في كان لكم لقاء معه ممكن هو يحدثكم عليه أكثر أو تعتبر معه لأنه يوضحكم ما هي المادة الموجودة داخل هذا الأرشيف أكثر من إيه، لأن أنا حقيقة لا أستطيع أن أتكلم إلا عن الجانب الإداري أو القانوني أو الفني. طيب كويس، هل فيه إمكانية من نقل هذه الأفلام الوثائقية والأفلام السينمائية ولا ما ذلك من أفلام موجودة وهذا الأرشيف إلى يعني تقنية متطورة، خلينا نقول مثلا على السي دي أو الهارد ديسك أو أيا كانت هذه التقنية الجديدة؟ طبيعي، إحنا بإذن الله هذه الخطوات القادمة سيتم نقل هذا الأرشيف إلى أرشفة إلكترونية، ونستطيع أن نعرض هذه المادة على قنوات التابعة للدولة أو بطريقة ممكن حتى يكون فيها استثمار للهيئة العامة للخيال والمسرح والفنون، ولكن هذه خطوات لازالت ولم يتم الإعداد أو التخطيط لها. الأهم الآن هو إنقاذ هذا الأرشيف من المكان الموجود فيه الآن وخروج به إلى بر الأمان، ومن ثم اللجان المتخصصة ستوضح الآلية والخطة لهذا الأرشيف بإذن الله. نعم طيب سيد محمد، يعني فيه ناس مهتمة بهذا الجانب بهذا الأرشيف بهذه الثقافة وأيضا باحثين وغيرهم ومتخصصين في هذا الموضوع، هل فيه تواصل بينكم وبينهم وضع اتفاقية يعني تجمع الهيئة العامة بهؤلاء الأشخاص، وممكن أيضا حتى في حاجة تانية يطلق أو تطلق الهيئة موقع إلكتروني خاص بها تعرض فيه هذه الأفلام الوثائقية؟ بإذن الله تعالى احنا في موقع قاعدين نعد فيه وفي المراحل الأخيرة سيطلق هذا الموقع، وحتكون فيه بعض المعلومات عن هذا الأرشيف، ولكن لم تكون المعلومات يعني هو ما هو موجود بهذا الأرشيف مرشف هذا الموقع، ولكن ستكون قفشات موجودة داخل الموقع، وبإذن الله سيتم تخزينها بطريقة علمية تحت إشراف الدولة بإذن الله. نعم أنا مش عارف إذا كان معلومتي صحيحة أكدها لي، وإذا كان خاطئة ممكن تصحح حالي. يعني سمعت أن حتى فيه المعدات والسيارات اللي منهم مثلا فيلم عون المختار كبنادق والسيارات تم الاستيلاء عليها وتم سرقتها، هل هذا صحيح؟ صحيح طبعا، لا توجد أي معدات في هذا المخزن اللي هو الآن احنا استطعنا الوصول إليه عدا الأشرطة اللي هي الأرشيف الأمن القومي الموجود الآن داخل وفي هذه المخازن. وطبعا أسباب حتى ممكن تعود لبقاء هذا الأرشيف هو الروائح الكيماوية التي المنبعثة التي لا يستطيع الإنسان الوقوف ممكن حتى للأمتار ببعد عليه، فهذا ممكن هو كان حامي لي والحمد لله يعني. كويس. والروائح طبعا هو موجود في بيزنة لوطة، وطبعا في روائح مجاري عدد الروائح الكيماوية، فيعني الموضوع الموقف اللي موجود فيه الآن هو يرسله، وبإذن الله احنا طبعا استكشفنا هذا الأرشيف، وطبعا وبشهادة الأستاذ عبد الله الزروق إنه هو بأمان كما هم قد وضعوه ما قبل 17 فبراير في هذه المخازن. طيب عن المعدات اللي تم سرقتها، هل عرفتم الأشخاص اللي سرقوها أو جهة أو يعني كيف تصرفتوا؟ احنا طبعا هناك محاضر فتحت على هذه الواقعة، سواء كان في السابق قبل حتى أن نتولى أنا منصب رئيس الهيئة العامة للخيال والمسرح والفنون، وهناك مستندات أخرى موجودة، ولكن احنا الأشخاص اللي طبعا قاموا بهذا الفعل ما نعرفوش احنا من اللي قام به، ولكن الحمد لله الأهم من أن احنا تعرفنا عليهم أن احنا وجدنا الأرشيف الأمن القومي كما في بداية الحديث تطرقت له أنه هو موجود بالكامل، أما باقي المخلوقات فهي تعوض بالمال، وهناك الخراب في كل مكان يعتبر في المناطق في أغلب الأماكن في ليبيا فهو جزء منها. إحنا الأهم اللي هو صعب تعوضه أو تشتريه مرة أخرى هو هذا الأرشيف الموجود الآن، ويعتبر هذا أمن قومي بالنسبة للدولة الليبية، هو موجود وفي بإذن الله في أيدي أمينة حتى ننقل من المكان الموجود فيه الآن إلى المكان اللي تم استئجاره. وأما المعاند فإحنا في نظرنا إحنا الهيئة العامة للخيال والمسرح والفنون الذي تم سرقته هذا إحنا ما يتعوض بالمال مرة أخرى، مع أن هو ليه قيمة كبيرة، ولكن للأسف رد الفايت محال، وإحنا هذا الأمر الواقع اللي إحنا موجودين فيه الآن. سيد محمد، المستقبل للهيئة العامة للخيال والمسرح والفنون كيف تشوفه؟
احنا طبعا مجهزين خطه لسنه 2018 باذن الله ستكون افضل مع وعود رئاسه الوزراء ووزاره الماليه لهذه السنه بالميزانيه، والميزانيه ان شاء الله حتكون افضل من السنه الماضيه، وستكون الهيئه العامه للتنميه المصرفيه شانها شان كل المؤسسات. نحن ندعو الهيئه العامه للثقافه أن تهتم باختصاصها وهو الكتاب، وأن تحاول أن تقدم كل ما رائع وجميل لكل الكتاب والأدباء والمثقفين بإعداد المعارض سواء كانت في داخل ليبيا أو خارج ليبيا، وإعداد أو إقامة ورش العمل للاهتمام باختصاصهم. أما اختصاص الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون يتركوا هذا الاختصاص لذوي الاختصاص، وكل المختصين الآن موجودين في الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون. أما باقي القشور التي تحاول أن تشوه المشهد وتعطي معلومات خاطئة لعلها لرئيس اللجنة التفسيرية لإبعادة عن حقيقة الهيئة العامة للثقافة وما تستطيع أن تقدمه سواء كان للمجتمع أو للمثقفين والأدباء والكتاب، نحن ننتظر منهم طباعة الدواوين والكتب العلمية اللي لها سنوات وسنوات وهي متوقفة. نحن لم نشاهد أي معرض للكتاب في السنوات القريبة التي مضت، وننتظر منهم أن يهتموا بمعرض الكتاب سواء كان داخل ليبيا أو خارج ليبيا، مشاركات الداخل والخارج. نعم. ندعو الكتاب من باقي الدول أن نقيم معرض الكتاب كما كان يقام في السابق. طيب حضرتك يعني تحدثتنا كلامك الآن على ثقتك بالمجلس الرئاسي، هل ما زال عندك ثقة في وعود قدمت ليك في السابق؟ يعني في عام 2017 تم تخصيص ميزانية ولم يتم صرفها، والآن دخلنا في 2018 والهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون في مكانها ولم تقدم ولم تتقدم. طبعا احنا على نضع عذر في 2017 بأن حصل خطأ لا نعلم إذا كان هو متعمد من وضع الميزانية أو هو عن طريق الصدفة والخطأ، أن وضع ميزانية الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون تحت الهيئة العامة للثقافة، وحتى قدمنا المذكرات وتوجهنا إلى المجلس الرئاسي مع كثرة سفر رئيس المجلس الرئاسي ووزير المالية وتنقلهم بين الدول للمؤتمرات أو ما يتنقلون من أجله، أخر تعديل هذا القرار من قرار رقم 5 حتى أصبح قرار 699 لسنة 2017. هذا القرار تم تعديله في أواخر 2017، وحتى بدأنا في التنفيذ انتهت السنة وجاءت لجان من وزارة المالية وفصلت الحسابات وانتهت ميزانية 2017 على الورق، ولكن نطمح خير ونتأمل خير في 2018 بأن هذا القرار سيصدر من بداية السنة شأن الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون شأنها شأن باقي المؤسسات، ستصرف بإذن الله تعالى. وكما تحصلنا على وعود مؤكدة من سيادة الأمين العام لمجلس الوزراء بأنهم مهتمون شخصيا بالهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون وما تقدمه، وطبعا ويقدرون كل المجهودات التي تمت في السابق بدون ميزانية. طبعا احنا لا يغفل احد، احنا استطعنا ان نلفت الانتباه على الاقل بان الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون موجودة وستبقى ولن تنتهي باذن الله. نعم، السؤال الاخير لحضرتك سيد محمد بيودي، يعني واثناء حديثك وكانك تقول ان الهيئة العامة للخيالة والمسرح مستهدفة لأنك أشرت على موضوع الميزانية، أو هل تشوف أن المستهدف هو شخصك؟ يعني في ناس غير راضية على وجودك في هذا المنصب من قبل وزارة حكومة الوفاق؟ والله إذا كانت الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون هي المستهدفة فللأسف ما نأسف على هذه الحكومة إذا كانت هي تستهدف الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون. أما إذا كانت الهدف هو السيد محمد البيوضي، سيد محمد البيوضي كما جاء بقرار يستطيع هذا المجلس استبعاد وتكليف شخص آخر، وأنا على الرحب والسعة من هذا المنبر لا أتكلم في الخطأ. إذا كان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يرى أن هناك شخص آخر له الكفاءة والقدرة على السير بهذه المؤسسة إلى بر الأمان،
أنا على الرحب والسعة أتقدم من هنا من هذا المنبر بأنني لا مانع لدي من تكليف هذا الشخص حتى ينقذ هذه المؤسسة والخروج بها إلى بر اليمن. نعم. الأستاذ محمد البيودي رئيس الهيئة العامة للخيال والمسرح والفنون، كنت معي عبر الهاتف، أشكر حضرتك جزيل الشكر. مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل ملف تورغة، وحيكون معنا السيد عماد القاع رئيس اللجنة العالمية لعودة أهالي تورغة بعد الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء. في هذا الجزء حنفتح ملف عودة تورغة اللي للأسف طالت، والخوف أنها تطول أكثر وأكثر، والوضع السيء حقيقة الإنساني والأجواء، يعني زي ما تشوفوا عارفين الوضع، حتى الوضع الطبيعي مؤثر كثيرا في حالة الناس، أطفال وشيابين وعزايز وشباب يفترشون الأرض. معايا مشاهدينا الكرام الأستاذ عماد القاع وهو رئيس اللجنة العالمية لعودة أهالي تورغة. أستاذ عماد مساء الخير. مرحبا، مساء الخير عزيزي. اهلا وسهلا بك عماد. اخر التطورات الخاصه بعودتكم لمدينتكم؟ اخر التطورات تحكي يعني اخر التطورات بالنسبه لعوده اهالي تورغة، الى الان تتوالى الوفود على مدينه تورغة بخصوص العوده وخصوص المنع، يعني الجهات التي منعت اهالي تورغة من العوده. تتوالى الوفود على منطقه جرارة القطاف خلال هذه الفتره وخلال هذه اللحظه اللي نتكلم فيها، في وفد من الزاويه ووفد من مدينه الزاويه من قبيله ولاد بعيسى، ووفد من قبائل المزاوغه بايتين مع الناس في المخيم للوقوف على معاناه الناس. اليوم بالنسبه للمخيم في العراء موجود منذ حوالي 14 يوم. المخيم موجود في منطقه نائيه بعيده عن اي مرفق خدمي او صحي. المخيم زي ما تعرف يوجد فيه عياده صغيره، اليوم تعرض عليها 47 حاله بين اغماء، بين ارتفاع سكر، بين برد. الوضع الحقيقه مأساوي جدا يعني. نعم. عماد، أشرت إلى الآن فيه وفود من بعض القبائل، وأشرت الآن إلى مدينة الزاوية ومن أيضا المزاوة، شو اللي ممكن تقدمه هذه الوفود لحل معضلة عودة أبناء تورغة؟ هل استطاعوا التواصل مع الجهة الرافضة لعودتكم لمدينتكم؟ والله الوفود هي اللي تزور في أهالي تورغة أو في مجلس أعيان وحكماء تورغة اللي موجودين في منطقة قرارة، هي للدعم يعني وللتأييد لعودة أهالي تورغة، لكن شخصيا لا أرى أنها تقدر تقدم أكثر من ذلك. المعلومة اللي نعرفها أن هناك وفد من حكماء وأعيان ليبيا موجود في مصراتة منذ اليوم الصباح، في اجتماعات متواصلة إلى الآن لتفكيك و فهم ما الذي يحدث بالضبط. ننتظر هذه النتائج بفارغ الصبر. كل اهالي تورغة المرابطين سواء اللي كانوا في قرارة القطاف او في منطقة تهراوة من الجهة الشرقية لمدينة سرت، الكل مرابط وينتظر دخول الناس والعائلات لبيوتهم ومساكنهم بحماية، يعني بأمن وسلامة ان شاء الله تعالى في اقرب وقت. نعم. عماد، فيه من يقول ان الجميع تخلى على ابناء مدينه تورغة اثناء تنفيذ الاتفاق المبرم بين مصراتة وتورغة واعلان الرئاسي عودتهم في اول فبراير، هل تؤيد هذا القول؟ بأيده بشده. نعم، اول يوم بعوده اهالي تورغة، حتى في 72 ساعه الاولى من عوده اهالي تورغة كنا لوحدنا في منطقه جرارة القطف عندما حدثت الرمايه على اهالي تورغة، عندما تعرض الناس للبرد وتعرض الناس للموت وتعرض الناس لخيبة أمل من كل الليبيين، من كل أطراف وزارات الدولة وحكومة الإيفاق. لكن سرعان ما أحست هذه الأطراف بالأخطاء أو بالخطأ الجسيم اللي ارتكبوه
وزاد هذا اصرار الناس على العوده للمدينه لانهاء هذه المعاناه التي صارت 7 سنوات. فعلى ما اعتقد ان هؤلاء حاولوا انهم هم يسرعوا او يسارعوا الى وضع حد بهذه المعاناه. التخلي كان نتيجه في ناس عدم فهم، في ناس مش متابعه، في ناس كانت مش عاطيه الموضوع الجديه الحقيقيه. إلا في اليوم الاول من فبراير راح تنطلق كل هذه الجموع من اهالي ساورة بفرحه وعوده لمنازلهم، لكن ما حصل من ارداف للمشهد نتيجه لتبني بعض المجموعات المسلحه، والتي انا اعتقد انها لا تمثل كل الاطياف في مسواتها، لان كل الاصدقاء والاشخاص والمعارف الذين نتصل بهم حتى الناس اللي موجوده امامي كل الاطراف او اغلب الاطراف في مسواتها صح التعبير تنادي بعوده هذه ثورة، وهم ساعيين كل المساعي وكل الضغوطات لتكون عوده هذه ثورة في اخر وقت ممكن، اليوم قبل غد وغد قبل بعد غد، ولكن ما له الا تطول هذه المساعي والا تاخذ الوقت الطويل، لان بصراحه الوضع بدا ماساوي جدا في المخيم رغم ما يقدمه المجلس المحلي ولجنه المساعدات الانسانيه وجمعيه السلام بن الليد والمجلس الاجتماعي والمجلس المحلي بن الليد وكل المرافق الخدميه بصراحه اللي تتبع المجلس المحلي في بن الليد والمجتمع المدني. بصراحه الوضع بدا يطول ويصبح المشهد يعني متعب ومربك للمنطقه، لكن ما نعملها ان يكون هذا المشهد فرحه الاهالي تختتم بفرحه الاهالي في مدينتهم في بيوتهم، ويكون هذا المشهد لكل الليبيين فرحه لكل الليبيين حتى يعم السلام والمصالحه كل ارجاء ليبيا في اقرب وقت ممكن. نعم، طيب عماد ادعوك ومشاهدينا الكرام متابعه هذا الفيديو اللي هو احد الخيم اللي في جرات القطف تعرضت لحريق، نتابعوه ونرجع مع حضراتكم. طيح لوطه طيح لوطه. ذاك النار هنا هنا هنا. هذه ميه غادي ميه غادي ميه غادي. لا عندي. هذا كلام تكلموا فيه عليكم، قولوا من النار يا جماعه. ما في حد، ما في حد، ما في حد يا جماعه، ما في حد. كل اسعاف يا جماعه، كل اسعاف. فيها ولية داخل فيها حد دور. أهم شيء أهم شيء خلاص خلاص. تكلموا الإسعاف الإسعاف في ولية طايحة يا. جيبوا الإسعاف جيبوا الإسعاف. جيبوا الإسعاف. تنار يا رجل. جيبوا الإسعاف يا جماعة. تابعنا مشاهدينا الكرام هذا الفيديو. عماد يعني اعطينا تفاصيل هذه الحادثه وهل في اضرار، لان احنا نسمع الان في واحد يقول ما في حد، واحد يقول امراه، واحد سياره اسعاف. حطنا في تفاصيل او صوره تفاصيل كامله لهذا الحادث. هو الحادث صار ليله امبارح الساعه ممكن 10، كان في عائلتين موجودين في خيمه في وسط المخيم، يعني الخيمه اللي تقع في الوسط تقريبا. كان فيها عائله يعملوا يعني في وجبه العشاء ومعهم في عائله اخرى، طبعا الخيام هنا في اللي تحمل
عائلتين في عائلة نظر لنقص الخيام، في بعض العائلات موجودة مع بعضها في خيمة واحدة. ففي بعض العائلات نظرا لأن احنا المنطقة اللي احنا فيها يوجد فيها محطة وقود واحدة أو شيء بنزينة واحد، وفي أغلب الأوقات مغلق. ففي بعض العائلات تجلب معها في البنزين من ترهوت من طرابلس من من يتحصلوا على البنزين، والناس على استعداد انها راح تكون في تورغة في تورغس، يعني يقوموا بعملية تخزين البنزين في الخيام. انا امبارح كانت الاجواء باردة جدا، لما ادعى العائلة هذه انهم هم يعملوا وجبة العشاء على النار في داخل الخيمة، فنتيجة لالتهاب النار يعني مع البنزين اشتعلت في الحاجيات في الملابس في البطاطين في الخيمة بالكامل، زي ما شفت في الفيديو اللي يعني الشباب بسرعة تنادوا وطفوا النار. الحالة كانت خروق طفيفة جدا للسيدتين اللي كانوا موجودين في الخيمة، لأنهم طلعوا بسرعة وتم علاجهم بشكل سريع في العيادة اللي موجودة في المخيم، لأن الأمر ما كانش يعني الحمد لله الأمر ما كانش فيها ضحايا من الناس، الأضرار كانت فقط مادية. ونصحنا عدد من العائلات ان هم يخرجوا البنزين او الجالونات اللي معبيه بالبنزين يخرجوها خارج الخيام او يحطوها في مكان بعيد وامن عن الاطفال وعن لكن لانها اي شيء ملتهب راح تولع يعني البنزينه في اي شيء امامها، لكن الحمد لله الاضرار كانت ماديه زي ما قلت لك. نعم الحمد لله رب الطف كويس. عماد، زيارة وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق السيد بدات جونسو، يعني ما الذي نتج عنها من وعود وما اللي ممكن إنها أو شو اللي صار بعد هذه الزيارة؟ هل في شيء جديد صار ولا هي زيارة يعني خلينا نقوله بروباغاندا يعني لا أكثر منها ولا أقل؟ هي بروباغاندا لا أكثر منها ولا أقل، لا أكثر منها ولا أقل. كانت زيارة عادية جدا، كانت زيارة يعني سوريا عبارة عن آهل جي وزير الحكم المحلي دار دورة في المخيم، وللأسف بعد حوالي 8 أيام تقريبا للأسف المجال حتى لم أكن أعلم أن الأوضاع كانت مأساوية إلى هذا الحد. الكل يعني كان مستاء إلى الآن، حتى الناس مستاء من إهمال الدولة وعدم استجابتها السريعة للنداءات العاجلة من الناس من المنظمات من أهل الخير. الأزياء يعني تشوف الوضع في المخيم وكأن المكان ما هوش في ليبيا، ناس في العراء ما يقارب عن حوالي 270 أسرة أو أكثر بقليل. غدا يوم الخميس راح تكون العائلات أكثر، لأن في فترة الإجازة بين الامتحانات راح يزداد عدد العائلات الخميس والجمعة والسبت، وكذلك لما أعلن حكومة الوفاق أن يوم الأحد عطلة، فراح يكون عدد كبير من الأهالي موجودين، والإمكانيات الصراحة بسيطة لوين يمكث الناس، لأن الجو في النهار مغبر وأتربة تتحرك، وفي المساء درجة الحرارة تنزل إلى ما دون الخمس درجات مئوية، فالوضع الصراحة صعب جدا. وإصرار الأهالي حتى ننصحوا يعني سواء كلجنة إعلامية أو كلجنة صحة أو كلجنة إغاثة، نحاول ننصحوا الأهالي اللي عندهم أطفال رضع أو أطفال يعني لديهم سن التاسعة أو أقل، أن هم ما يباتوش الموقع أو يعودوا لديارهم وتضامنهم وسلم على الناس، لكن في بعض الأسر يعني يرضوا أن هم العودة. حتى الحالات فيما سبق توقفوا حالتين في المخيم هنا، هو مرضي هنا يعني مثلا الحاج الشعالي بنار الله يرحمه والحاج محمد بركه الله يرحمه توقفوا يعني اسف هم مرضي هنا اقصد بجلطه هنا في المخيم وارتفاعات في بنك الدم. احدهم توفى في ترهونه والاخر توفى في طرابلس، وفي شخص اخر الى الان موجود في العنايه المشدده في المركز الطبي في طرابلس. فبصراحة الإمكانيات الطبية الموجودة في العيادة الصغيرة المخيم هي نتيجة لتبرعات أفراد وأصحاب شركات أدوية خاصة. بصراحة المخيم كذلك الهيئة الليبية للإغاثة إلى الآن يعني
تقدم في الجهود، لكن الجهود هذه أمام العدد الكبير من الناس تأخذ جهود صغيرة أمام هذا العدد. الباقي كلها عبارة عن تبرعات من قبائل ومن جهات، يعني أي وفد يجي من الوفود يحضر معه سيارة أو سيارتين من الإغاثة، منها حفاضات الأطفال كبار السن، منها بعض المياه الصالحة للشرب. مثلا اليوم صباحا كان في نقص حاجة المياه الصالحة للشرب، تم تأمينها نهاية النهار. يعني الأوضاع بصراحة لو طالت أكثر راح تكون يعني بصراحة كارثة، واللي سميناها كارثة من يوم تمت الرماية واستهداف الأهالي بدنيين بشكل يعني مباشر عليهم، اطلاق النار عليهم بشكل مباشر. طيب عماد، سؤالي الأخير لحضرتك، يعني حسب المعطيات اللي الآن موجودة على الأرض واللي تتابع فيها، هل هناك توقع باحتمالية أن تستمر الفترة الزمنية في بقاء أهالي تورغة في مخيم قرارة القصف؟ والله إن شاء الله لا، إحنا قاعدين نسعوا ونضغطوا بكل الطرق بكل الوسائل، وكان على صعيد محلي ولا على صعيد دولي، إن تكون عودة أهالي تورغة غير مشروطة وعودة آمنة وطوعية في أقرب وقت ممكن، في أقرب فرصة ممكنة. فيما دون ذلك راح تتحمل الحكومة والجهات التنفيذية في الدولة المسألة الأخلاقية والمسألة القانونية، لأن الموضوع هذا راح يكون جريمة تهجير ثانية يعاقب عليها كل من أفشلها وكل من منع هؤلاء الناس العزل المدنيين من الوصول لبيوتهم نتيجة لتجاذبات سياسية أو تجاذبات أخرى. فهؤلاء الناس يعني على أمل أن هم يرجعوا لبيوتهم في أي لحظة أخرى، لكن عندما يقعوا في أجندة أي أشخاص من ناحية سياسية فالموضوع يضع أمام مئات العراقيل. ولكن نطلب الله أن تكون كل هذه الأمور قد دارت أو تجلت وواضحة الصورة أمامنا للعودة في أقرب وقت ممكن، وهذا ما نسعونا بكل الوسائل، وإلا سنبقى في دوارة القطف إلى أن يحدث انفراج وبكرة أو بعد بكرة أو في أي وقت ممكن، ما عنديش فكرة عن تحديد. هذا يحددوها أعيان وأهالي تورغة والسلطات المحلية في تورغة، ويجتمعوا ويقرروا مصيرهم ومصير مدينتهم يعني في أي وقت كان. نعم. عماد رجاعة رئيس اللجنة العالمية لعودة أهلي تورغة كنت معي عبر الهاتف، ونتمنى أن نسمع في الساعات القادمة أو الأيام القادمة بشكل سريع، ونتمنى أن تكون الساعات فقط بأن تم فعليا عودة أهلي تورغة إلى مدينتهم، ونتمنى حقيقة من كل العقلاء في ليبيا المشاركة في هذا الموضوع، وتحديدا العقلاء والشرفاء ومن يؤيد بشكل كبير عودة أهلي تورغة إلى مدينتهم من أبناء مدينة مصراتة.